وبهذه المناسبة العطرة يسعدني سيادة الرئيس باسمي وباسم زملائي علماء الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية أن أقدم لسيادتكم النسخة الأولى من ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية، وهي أول ترجمة تصدر عن مركز الترجمة بالأزهر الشريف لتعريف أبناء المسلمين بمعاني القرآن الكريم ممن لا يتحدثون اللغة العربية، ولتعريف كل المهتمين بقراءة معاني هذا الكتاب العظيم دستور المسلمين وهدي السماء البشرية. شكراً لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياة خسروب صلى